فبنعود إلى المنصة الصغيرة مرة أخرى، ثم نعود إليكم بعد الاستماع لشيخ الشعراء. وخدت في مكتب واتصلت بفريق لطرش، معايا غنوتين عايزة تلحق، هتجيني ولا جيلك؟ قال لها انت اللي تجيني وتجيب الغنوتين. في الوقت ده انا باخد في الغنوة 3 جنيه الا 26 قرش ضرايب، ادتني 20 جنيه وشوية، ولاقي الجرايد فضحتني والمجلات فضحتني، صباح تغني للشيخ صلاح، ودي يكتب ودي يقول الله الله. وأنا طالب ولقيت فراش جاي من البضاعة، كنت طالب في سنة أولى في كلية اللغة العربية. يا شيخ صلاح، نعم، تعالى كلمني. شيخ الأزهر، شيخ الأزهر، خير اللهم على الخير، ما يدينا فلوس ولا ايه؟ يلا رحنا. اجلس يا شيخ صلاح. حاضر فتاة الشيخ، انت تعرف صباح؟ طبعا انا اللي بجيب الرايد ولا انا عارف حاجه، انما الصحفيين بيروحوا للفنانين عشان يدوهم فلوس ويكتبوا لهم، فانا لا عرفت درايد ولا. قلت له صباح مين يا فضيله الشيخ؟ قال لي صباح اللي بيتغني. ولا انت صورتك معاه اهو، هات المجلة، خد يا اخوي، هات القناص، قول يا اخوي بالبنط العريض، صباح تغني للشيخ صلاح، ستغني صباح للشيخ صلاح اغنيه عاطفيه، والشيخ صلاح اول مسار يغني في الاغاني لصباح. يا خبر، قلت له يا فضيله الشيخ غلطه. قال لي لو الاغاني دي اتغنت انا هرفضها. الفريق ده مش عارف هيلحن السكه هتفتح بقى. رحت صباح طبعا دموع في عينيا، قالت لي فرحان طبعا فريق لحن. قلت لها والله الموضوع في الجرايد كذا وكذا وكذا. زعلت وقالت اني ما احبش اقف في طريقك واضيع مستقبلك، اني هتصل بفريق اقول له ما يكملش الالحان. قلت لها بس اني صرفت ال 20 جنيه. قال لي ما صرفتهاش، ده زي الفلوس ورقتين زي ما هم، بس انا صرفت ال 20 جنيه. قالت لي لحقت في يومين ده تصرف 20 جنيه. قلت لها صرفتهم. قالت لي ما تزعلش 20 جنيه كمان اهو. صباح الله يقدر صراحه، حد يشوف الناس، الناس راحت فين يا ولد؟ وشيخ ومنعت الاغاني فتره، حتى كان عبد الحليم هيغني قلت له وقف وقف استنى، ولو سمعت الغنوة اللي كان هيقولها عبد الحليم كانت فرتكت. هقول لكم اطلعها، اسقيني ورويني من كاس انوار عينيك، بصيلي واحكيلي ازاي انا دبت فيك، من نظره من همسه من لمسه من بسمه، ده الدنيا الدور عليك. شوف الغنوه دي لو غناها عبد الحليم سنه 60 كانت عملت ايه؟ طب شكرا شيخ الشعراء، ونستكمل معه الحوار بعد أن نعود إلى منصتنا الكبيرة.